السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الديكور والتدبير المنزلي مع أمل. اليوم بغيت نعطيكم واحد تدبيرة لكي نجد منزلنا نظيف بعد الرجوع من السفر. أول مرحلة نقوم بها هي أننا ننظف كل ما يحتاج التصميم من زرابي، خداديات، ملايات، ايضا الملابس ديالنا كلهم غادي ننظفوهم، صبنوهم ونشفوهم مزيان ونوضعوهم في خزانه الملابس او في خزانه خاصه بذلك. بعد ذلك غنبداو بتنظيف المنزل تنظيف عميق، ومن بعد غادي ناخذ مبيد حشري باش ما تدخلناش الحشرات من الزنقه. غنديروها في الشراجم في النوافذ، انك ديروا هذاك المبيد الحشري ما كتلقاو ترتيلات شي حاجه من تجيو، ايضا من مورا السدادر او مورا الفتيات ترشوا هذاك المبيد الحشري، وايضا جويه الباب تاع الخروج. ومن بعد نرجعوا كل حاجه لبلاصتها المتوصلونات ديالنا، وباش يبقاو نضاف ما تطيحش عليهم الغبره غنشدوا المخاد غنوضعوهم على السدادر كما هما محطوطين، فقط نوضعهم على السدادر. غادي نغطيوهم بليزور، غادي ناخذوا ايضا التحف اللي عندنا او تاع الديكورات نجمعوهم بلاصه وحده ونغطيهم حتى هما بليزور باش ما تراكمش عليهم الغبره. نفس الشيء بالنسبه للتلفاز الطوابل، ايضا الزربيه هنا الا بغيتي تخليوها مسرحه غديروا عليها شي يعني شي زار تغطيوها بها، او يمكن تبرموها وتحطوها حتى هي فوق السدادر باش يبقى لكم فقط من تجيو من السفر انكم تنظفوا الارضيه وترجعوا كل حاجه لمكانها بواحد السهوله. باش نلقاو المرحاض نظيف غادي ننظفوه، وغادي اخر لحظه غادي نقول فيه ماء جافيل. غناخدو كيس بلاستيكي للقمامة غنغطيوه بيه باش متخرج لناش تا حشرات ونسدوه. أيضا المجاري غنديرو إما دوا أو نديرو ماء جافيل ونلفو داك اللقطة ديالهم أيضا ببلاستيك باش متخرج لنا تا شي حاجة. نفس الشيء بالنسبة لحوض الغسيل سواء في المطبخ أو في الحمام نعقموه ونسدوه مزيان. إلى عندنا آلات تصبين وآلات غسل الأواني ننظفوهم بعمق، راه كاين طرق تنظيف بعض القنوات، غنخلي لكم رابط تنظيف آلات غسل الأواني. وأيضا ننظفو الثلاجة إلا كان فيها غنخليوها خدامة ما كاين حتى شي مشكل، ولكن إلا كنتو ما محتاجينهاش غنسخنوها غنديرو فيها إما بيكربونات الصوديوم او قطعه فحم ونخليوها مفتوحه شويه. نفصلوا ايضا جميع الادوات الكهربائيه، الا كنا غنخليو ما غنفصلوش التيار الكهربائي في المنزل، اذا نفصلوا جميع الادوات الكهربائيه عن مآخذ التيار. نطفو مزيان رخامه المطبخ وما نخليوش الاواني متراكمين عليها، كلهم نوضعوهم في الخزانات. الى عندنا نباتات داخليه يمكننا ناخذ قنينه ماء كنسكبوها للاسفل وكنوضعوها يعني راسا على عقب في استيس الزرع باش كتبقى تسقى النبته حنا في غيابنا. الى عندكم حديقه كاين دي بروغرامور يعني مبرمج لكي كتبرمجوه باش يسقي لكم في الاوقات اللي كترغبوا فيها. الى بغيتو ندير لكم حلقه على هاد العزوار يمكننا طلبوها مني وانا نرجع لكم. للاشاره دائما خاصة تكون عندنا ورقه وقلم نسجلوا فيها جميع الاشياء اللي غنبغيو نجمعو السفر، او مثلا المال اللي خصنا نسدو، اخراج القمامه، نسدو قنينات الغاز، يعني جميع المسائل اللي يمكننا نوضعوها او نقوموا بها قبل ما نخرجوا من المنزل. وفي كل مره نشطوا على يعني مهمه سدينا قنينات الغاز غادي نشطبوا عليه، خرجنا قمامة نفس الشيء، اي حاجه غنشطبوا عليها باش ما يعني كيكون عندنا كل شيء منظم. ومن بعد تاكدوا بان الباب مسدود مزيان، تقدروا توصلوا جيرانكم يردوا البال وانتم مسافرين، واستودعوا المنزل ديالكم في يد الله.
وإلى فيديو آخر بإذن الله.